مدرب المنتخب اليمني في تصريح غريب أزعج اليمنيين قبل مواجهة منتخبنا اليمني مع المنتخب السعودي. قال سكوب خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء السعودية في افتتاح مواجهته في خليج 25: هذه البطولة هي الأولى لمعظم لاعبي المنتخب، ونعلم جميعا أن المنتخب ليس الأفضل لعدة أسباب. بعض اللاعبين لم يخوضوا مباريات ودية دولية أو محلية منذ سنة ونصف، والآن نحن أمام أفضل المنتخبات الخليجية. إلا إن سكوب صدم الجماهير بعدة رسائل وشدد بقوله: لم نفز بأي مباراة في تاريخ البطولة، فكيف أعدكم بشيء؟ لن أكذب. وأردف قائلا: لاعب واليمن يفتقدون لحساسية المباريات، فلم يلعبوا أي مباراة رسمية أو محلية منذ عام ونصف، والآن نحن بين أفضل فرق الخليج. وزاد بقوله: من المدرب الذي سيغير كل شيء في 6 أسابيع حتى إذا كان الخبير ميلان ماتشالا؟ وتابع سكوب ساخرا: كيف تتم المقارنة بين توك توك وسيارة مرسيدس؟ مضيفا: لا أقصد أن فريقي هو التوك توك أو أنني متشائم، بل أنا متفائل بطبعي، ولكن أتحدث بواقعية.